ما يلا هي بينا. الحالة التي يحق فيها للموظف الحصول على إجازة بدون مرتب؟ المادة 146 والمادة 147 من اللائحة التنفيذية حددت الشخص اللي هو موظف وموظف جامعي فليه الحق ان هو ياخد يومين، والحامل يعني اللي خلفت اجازة الوضع اجازة الوضع تمام بحد اقصى سنتين. حلو. وحد ادنى 3 أشهر. يعني هو كده يعني يحق لي ياخد اجازه بدون مرتب؟ نفسر برضو يعني ايه، ننزل شويه ونقول يلا الطالب الجامعي ليه الحق ان هو ياخد اجازه يومين في الاسبوع تمام عشان تمام. يباشر دراسته. حلو. واجازه الوضع الحد الاقصى عامان والحد الادنى 3 أشهر، ودي تم تحديدها بموجب قانون الخدمه المدنيه. يعني لو واحد عايز ياخد اجازه شهر بدون مرتب بقى بيبقى ده مسموح ليه ولا بيتعرض على حاجه مسموح ولا لا؟ مسموح يعني ماشي. يبقى كده ده الاجابه للاستاذ كمال. حلو ده جدا. لا ما ممكن يكون الاستاذ كمال بيسال عشان اخته مثلا، بيسال عشان ما انا قلت له كل حاجه، ممكن يكون بيسال عشان هو ان هو بيدرس في الجامعه. اوكي. فاحنا بنحددها بالماده 146 والماده 147 من اللائحه التنفيذيه.